فرحان بوجودي في وسطيكم في نهضه امنا كلنا السيده العذراء مريم، وبشكر اباء الكنيسه الموقرين على دعوتهم ليا ان يكون معاكم النهارده. الموضوع اللي طلب ان اتكلم فيه طبقا للبرنامج اللي بين ايديكم هو عن شفاعه الروح القدس، فانا محتاج اني اقرا معاكم جزء من الاصحاح الثامن من رساله القديس بولس الرسول الى اهل روميا من عدد 26. يقول: وكذلك الروح ايضا يعين ضعفتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبنائي وإخوتي، أمين. في عبارة هنا تلفت النظر، قالها القديس بولس: ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني يمكن البعض يعرف ان في نوعين من الشفاعه، انما يمكن النهارده هنعرف ان في ثلاث انواع من الشفاعه. الشفاعه الاولى هي شفاعه اقنوم الابن، دم ابنه يطهرنا من كل خطيه، ودي بنسميها الشفاعه الكفاريه، لا احد يشترك فيها مع الابن. يوجد لنا شفيع واحد ووسيط واحد لدى الله الآب يسوع المسيح الإنسان، ودمه يطهرنا من كل خطيئة. طبعا هنا لما بيتكلم على الإنسان يقصد بالتركيز على ناسوته، لأن الدم بينسب للناسوت، طبعا جزء من مكونات الناسوت الجسد. فده أول نوع من الشفاعة احنا عارفينه، الشفاعة الكفارية، لا يشترك فيها أحد مع السيد المسيح. ويمكن ده اللي خلى إخواتنا الإنجليين إنهم يقفوا عند الآية دي، يقولوا لنا شفيع واحد لدى الله الآبي، وما فيش شفاعة غير الشفاعة الكفارية بتاعة الإبن. أيوه، هي فعلا ما فيش غير الشفاعة الكفارية بتاعة الإبن، بس من جهة الشفاعة الكفارية، ان محدش يقدر يكفر عن خطايانا الا الابن، محدش يقدر يشفع فينا امام العدل الالهي الا الابن اللي قام بدور الفداء او الفادي. يعني في الفداء، المشهد بتاع الفداء كان ان الابن بيقدم نفسه على الصليب، والروح القدس بيصعد الذبيحة بتاعت الاب، والاب بيشتمه ابوه وقت المساء في الجلجسة. مش بنقول كده هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة وقت المساء؟ فالشفاعة الاولى دي الشفاعة الكفارية، محدش يقدر يقوم بيها، لان الابن هو اللي دفع الثمن، هو اللي اشترانا بدمه. ودي
لا تجدي فيها شفاعة قديسين ولا ملائكة. يعني اللي يتكلم ويقول ان الشفاعة بتاعت القديسين والملائكة دي اسمها شفاعة توسلية، انما الشفاعة الكفارية دي فعلا ما فيش غير للابن. احنا مين قدر يدفع الدين غير الابن؟ مين قدر يشترينا بدمه غير الابن؟ مين قدر يموت بدلنا غير الابن؟ يبقى الشفاعة الكفارية دي بتاعت الابن، الشفاعة التوسلية بتاعت القديسين. الملائكة أمنا العذراء، الشهداء، دول يتشفعوا في ضعفنا ومزلتنا، انتقلوا إلى العالم الآخر، هم قاعدين في فردوس النعيم بيعملوا إيه؟ بيصلوا. هل الكلام ده جبناه من عندنا؟ جبناه من سفر الرؤيا لما قال إن البخور بيصعد مع صلوات القديسين، فصلوات القديسين اللي انتقلوا بتشفع وبتطلب وبتصلي، ده حتى بيصلوا لله ويقولوا له إلى متى لا تنتقم لأنفسنا من الجالسين في الأرض اللي عملوا المظالم دي كلها، يقول لهم استنوا حتى يكمل إخواتكم أو رفقائكم جهادهم، وبعد كده يجي وقت الحساب، مش دلوقتي وقت الحساب. فالنوع التاني من الشفاعة ده الشفاعة التوسلية بتاعت القديسين والملائكة، وهي نوع من الشركة. الشركة احنا نذكرهم في القداس ونقول هذا هو أمر ابنك الوحيد، أن نشترك في تذكار قديسيك. يعني السيد المسيح مثلا المرأة اللي سكبت الطيب على قدميه قال لهم حيثما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا له، وقال لهم من يكرمكم يكرمني. فاللي بيكرم القديسين بيكرم الله في شخصهم، بيكرم القيم في شخصهم، بيكرم الفضائل في شخصهم. عشان كده قال انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فده النوع التاني من الشفاعة، الشفاعة التوسلية بتاعت القديسين والملائكة وأمنا العذراء، إن نوع من الشركة هم يذكرونا وإحنا نذكرهم. إحنا نذكرهم في الهيتنيات، ونذكرهم في المجمع، ونذكرهم في الزكسولوجيات، وهم يذكرون ويتشفعون في ضعفنا ومزلتنا، ويصلوا من أجل الأرض ومن أجل سلامها، وتشترك الكنيسة كلها بعنصريها السماء والأرض معا في التسبيح لله وفي الطلب من أجل سلام العالم. لأني بنؤمن أن اللي انتقلوا دول أحياء، واللي علمنا كده السيد المسيح قال لأن الله إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، الله إله أحياء وليس أموات. وكان إبراهيم وإسحاق ويعقوب انتقلوا بالجسد قبل مجيء السيد المسيح بالجسد بقرابة 2000 سنة، ومع ذلك قال إله أحياء، قال إنهم أحياء، ما قالش إنهم أموات. يبقى اللي انتقلوا دول أحياء. طب أحياء بيعملوا إيه في الفردوس؟ بيسبحوا، بيترقبوا المجيء التاني، بيصلوا معانا ويقولوا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي الأمين، بيتشفعوا في الأرضيين إن يكملوا جهادهم زي ما هم أكملوا، وإن يكون ليهم المصير المفرح زي ما هم دخلوا فردوس النعيم، كذلك بقية العبيد رفقائهم يكملوا الطريق. النوع الثالث من الشفاعة بقى اللي احنا بصدده دلوقتي، بيقول الروح ايضا يعين ضعفتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي. احنا مش عارفين نصلي من اجل ايه كما ينبغي. يعني الانسان معرفته محدودة، يعني ممكن بيصلي من اجل حاجة ما تكونش لصالحه،
يعني ممكن بنت مثلا واحد متقدم لها وتصلي من أجل أن ترتبط به، وربما لو ارتبطت به ما يكونش لصالحها وتكون طباعه صعبة ويكون يؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى فرقة وانفصال. فيقول لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، وإحنا بنطلب الإنسان معرفته محدودة، يعني العنصر المادي في الإنسان وهو الجسد، ثم العنصر العقلي في الإنسان، حتى العقل يستطيع أن يتوقع طبقا للمعطيات اللي عنده، لكن العنصر الأسمى في الإنسان هو الروح، الروح اللي تقدر تخترق الزمن، الروح اللي تقدر تخترق الزمن. عشان لما يجي كده حد يقول لنا مثلا في موضوع ارتباط، يقول لك انا متقدم لي حد وانا مرتاح لكده، نقول له الارتياح ده ايه؟ على مستوى الجسد والاعجاب والشكل، ولا على مستوى العقل والاقتناع، ولا على مستوى العواطف والقلب، ولا على المستوى الأعلى بقى مستوى الروح؟ إنك صليت وشعرت بارتياح إن الله مبارك هذا الطريق ومبارك هذا الاختيار. هي دي القوة اللي موجودة في الإنسان، الأربع قوة دي: الجسد بغرائزه، القلب بعواطفه، العقل بإدراكه، ثم الروح بسموه. ولما يكون اختيارك للأمر بالقوى الأربعة دي مع بعض، متفقة مع بعض، قطعا بيبقى الأمر أكمل، مش بس إنك تختار الشيء وفقا لإعجابك الجسدي أو لميولك النفسية أو حتى اقتناعك العقلي، لا ده الأسمى من كده كمان، إن روحك تبقى مباركة الأمر ده. والروح لا يمكن انها تبارك هذا الامر ويكون ليها القدره على الاختيار بين طريقين الا لما تبقى على اتصال بالله بالممارسات الروحيه. يقول لك فلان ده فاتح السكه على السماء. فاتح السكه على السماء يعني ايه؟ يعني صلوات مع السماء، اتصال بالسماء، بالقديسين الموجودين في السماء، ممارسات روحية، فتح السكة على السماء. تلاقي طول ما هو قاعد يتكلم بصلوات سهمية: يا رب يسوع أعني، يا رب اذكرني، يا رب بارك خطواتي، يا رب بارك طريقي. فما يكونش الله بالنسبة له مجرد فترة بيقضيها في الكنيسة، لا ده عشرة يومية كاملة الله موجود في حياته، عشرة يومية كاملة. فيقول ان نحن لسنا نعلم ما نصلي لأجله. طب لغاية دلوقتي عايزين نفهم ايه شفاعة الروح بقى، الروح بيعمل ايه؟ لسنا نعلم ما نصلي لأجله. معرفة الانسان محدودة، فربما قاعد بيطلب من اجل اشياء ما تكونش في صالحه، فاكر ان هي دي قمة المنى، يوم ما يحصل على الشيء ده ويفاجأ انه لما حصل على الشيء ده تعسه، وكان هو سر تعسته وكان سر تعبه. وكتير مننا احيانا يقعد يكلم ربنا ويقول له: لماذا لا تستجيب يا الله؟ قاعد بصلي من اجل الامر ده سنين، بصلي من اجل الامر ده شهور، وانت لا تستجيب يا الله. وربما الله يقول له ان هذا الامر ليس من صالحك، مش من اجلك، من اجل خيرك، انت مش عارف. لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، احنا مش عارفين نصلي من ايه زي ما هو المفروض او زي ما هو ينبغي لصالحي. طب ما الايه بقى؟ ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها.
يجي الروح القدس يعمل عملية غربلة، ادي شفاعته بقى، يجي يعمل عملية فلتريشن، غربلة لصلواتك، صلواتك طلعة انت مش عارف ايه اللي لصالحك وايه اللي مش لصالحك، ايه اللي لخيرك وايه اللي هيضرك. ويجي الروح القدس نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعني ايه بأنات لا ينطق بها؟ يعني اذا كنت الابن شفنا شفاعته على الصليب ظهرت وتجلت وتجسدت والقديسين عارفينهم، لكن الروح القدس يعمل بطريقة سرية، وده السر انه بيعمل في الأسرار، وده السر ان الروح القدس اتقال عليه انه منبثق من الآب، انما الابن اتقال عليه انه مولود من الآب. يعني جايز البعض يسأل يقول لي الاقنوم الثاني وهو الكلمة أخذ لفظ مولود ولادة، وليه الاقنوم الثالث منبثق أخذ انبساط؟ أولا حتة الاقنوم الثاني والثالث دي مش عايزة تلخبطكم، معلش أتكلم في حتة لاهوتية كده استحملوني، بس جايز بتتعرضوا ليها شوية. حتة الاقنوم الثاني والثالث من حيث معرفتنا بالأقانيم، احنا عرفنا الآب الأول في العهد القديم، وبعد كده عرفنا الابن نمرة اتنين في التجسد، وبعد كده عرفنا الروح القدس نمرة تلاتة لما حل على الكنيسة يوم الخمسين. فلما بعض اللاهوتيين يقولوا ده الأقنوم الأول والتاني والتالت ما تتلخبطوش وتفتكروا ان ده ليه مكانة أعلى من ده أو ده ليه مكانة أقل من ده. حتة التانية ان السيد المسيح نطق كده قال باسم الاب والابن والروح القدس، فنطق بالترتيب ده، فعشان كده احنا نقول ده الاقنوم الاول وده التاني وده التالت. مش معنى كده ان في كرامة الاقنوم افضل من اقنوم تاني، لا، ده التلات اقانيم لهم كرامة واحدة. نرجع لحتة الانبثاق والولادة. الاقنوم الثاني مولود من الاب لانه تجسد وظهر قدامنا زي الابن ما بيظهر ابيه. يعني ممكن اقابل الابن وما شفتش ابوه فاقول له يا ابني انا لما شفتك النهارده شفت ابوك، عشان كده عند العم حتى يقولوا اللي خلف ما ماتش. فالاقنوم الثاني اظهر الاب، لك الله الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر أنبأ أعلم عن الله، لأن الابن هو اللي ليه الإعلان، هو اللي ظهر في كل العهد القديم، هو اللي اتجسد في ملء الزمان. الأقنوم الوحيد اللي اتجسد هو الابن، ما حدش اتجسد غيره. فلأن الابن بيعلن عن الله زي الابن البشري ما بيعلن عن ابيه، بقى تعبير الولاده ده مناسب قوي ليه. الابن تلاقيه صوره من ابيه، نفس شكله نفس حركاته نفس كروموسوماته وجيناته، الابن صوره لابيه. فاحنا شفنا الابن والابن تجسد في ملء الزمان، فبقى مناسب قوي ان الاقنوم الثاني مناسب ليه لفظ ولادة. إنما الروح القدس ما تجسدش، عامل زي الحرارة اللي طالعة من قرص الشمس، الحرارة ما بنشوفهاش لكن بنحس بأثرها. لما رجعنا في اللغة لقينا تعبير منبثق ده يتقال على الشيء اللي ينبعث في هدوء وبصورة غير ظاهرة ولكن يأثر ويحدث أثر، زي الروح القدس اللي صادر من الآب واللي ما تجسدش زي الآب، واللي بيحدث أثر بيغير فينا ويشتغل فينا ويغير فينا ويشتغل في الأسرار، يشتغل بصورة سرية. يبقى الابن ليه الإعلان، بيعلن عن الله. طب والروح القدس بيعمل إيه؟ بيعمل إلهام، يلهمك من جوه، يزقك من جوه،
يحركك من جوه، يبكتك، يرشدك، يذكرك. كل دي أعمال سرية غير مرئية. إنما الابن اتجسد واتصلب ومات وقام وصعد، كلها أمور مرئية. فالأباء قالوا الابن بيعلن عن الله، والروح القدس بيلهم بيرشد عن الله. يبقى لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يعني بطريقة ما تتوصفش، ما تتحكيش. مش زي الابن اللي ظهر واتجسد، لا، ده الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. انت تصلي والصلاة بتاعتك قبل ما تخش لحضن الاب، الروح القدس يشفع فينا. يشفع ازاي بقى؟ يغربل الصلاة، يفلترها، يقول لك انت قلت كم صلاة؟ 10 صلوات؟ لا، 8 منهم مش في صالحك، خلي الاتنين دول بس، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح. يبقى الروح القدس دي شفاعته. إذا كان الابن شفاعته الدم، الشفاعة الكفارية، والقديسين شفاعتهم الشفاعة التوسلية، الروح القدس شفاعته في الصلاة. الصلوات اللي انت بتصليها يغربلها، يوضبها، يهذبها، ويطلع الصلوات المناسبة والصلوات التانية يخليها. في حاجة تانية الروح القدس يعملها، يقول لك يبكت العالم على خطية. يبكت العالم على خطية. خلي بالك، قال يبكت العالم، ما قالش يبكت المسيحيين بس، ده يبكت العالم. عشان كده الآباء قالوا إن في عمل للروح القدس عام يزق الناس كلها للتوبة، يزق الناس كلها للحق. لك لا يستطيع احد ان يقول المسيح رب الا بالروح. طب هيقول ازاي بالروح اذا كان هو مش مسيحي؟ هيقول ازاي بالروح اذا كان هو مش مسيحي؟ لا، الروح القدس ليه عمل عام، يزق الناس، يدفع الناس للحق، لانه روح الحق. وليه عمل عام، يدفع الناس للتوبه، يزق كل واحد يقول له انت غلطت ليه، انت ما كانش المفروض تعمل كده. طب والمسيح يعمل معاه ايه بقى؟ لا، ده انت عندك بقى تبكيت اكتر. انت مش مجرد في عمل للروح القدس عام زي اللي بيعمله مع كل البشر، لا، ده انت اخدت الروح القدس في سر الميرون، سر التثبيت، فبقى التبكيت عندك على الخطية اكتر من غيرك. انا اقول التعبير ده تملي، أقول الإنسان المسيحي ما بيتهناش على خطية بيعملها، ما بيتهناش على خطية بيعملها. ليه؟ عنده تأنيب عام بتاع الروح القدس اللي بيعمله مع أي واحد بيعمل خطية، وعنده تأنيب خاص من الروح القدس اللي واخده في سر الميرون. فتلاقي فيه تأنيب من كل جهة، تبكيت من كل جهة. وعشان كده فرصة الإنسان المسيحي للتوبة أكتر من غيره. الروح القدس قاعد يبكت العالم على خطية، يقول لك لا مش مناسب، أنت اللي أخدت الروح القدس جواك، ده أنت مسكن للروح القدس، وروح الله ساكن جواك، إزاي تعمل الخطية دي؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الروح القدس يبكت على خطية. نقطة تانية
قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس فيكم وتكونون لي شهودا. يبقى الروح القدس بيدي قوة. عشان كده الإنجيل بتاع عشية اللي أبونا صلاه النهاردة قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم المتكلم فيكم. أحيانا يجي حد من ولادنا كده يقول لنا أنا مش عارف وقفت إزاي واتكلمت الكلام ده، وقفت موقف من المواقف ومش عارف إزاي جات لي الجرأة واتكلمت كده، إزاي جات لي الشجاعة واتكلمت كده، إزاي الكلام ده جالي أصلا. شعرت إن ربنا بعت لي الكلام ده، معرفش بعته لي منين. عشان كده في أعمال واحد يقول لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. ربط القوة دي بالشهادة، ربط عمل الروح القدس في القلب بالشهادة. ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. يبقى الروح القدس يدي قوة، والقوة دي تدي شهادة، تشهد للمسيح. والشهادة يا أبنائي وإخوتي المباركين مش مجرد شهادة الكلام، لكن شهادة العمل. احنا دعينا ان احنا نشهد للمسيح مش على مستوى الكلام وبس، لكن دعيت انك تشهد للمسيح بسلوكك، بحياتك، حياتك تشهد للمسيح. عشان كده قال ان انتم ملح الارض، اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ انتم نور العالم، أنتم رائحة المسيح الزكية، أنتم رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. تخيل أنت ريحة المسيح، مجرد ما تخش مكان رائحة المسيح الزكية تفوح، مجرد وجودك في مكان شغلك شهادة للمسيح. يعني وجود بطرس في المكان اللي كان فيه المحاكمة، مجرد انه واقف على البوابة بره في مكان محاكمة السيد المسيح، الجارية قالت له ولا البوابة قالت له لغتك تظهرك. هل انت لغتك تظهرك؟ هل النهاردة لغتنا تظهرنا؟ سلوكنا يظهرنا؟ لبسنا يظهرنا؟ ده كانوا في الكنيسة الأولى لما يقابلوا واحد مسيحي، عبدة الأصنام وهم ماشيين، لما يقابلوا واحد مسيحي مجرد رؤية الإنسان المسيحي ده تنعكس تشع على الإنسان الغير مسيحي، فيرجع الإنسان الغير مسيحي ده لبيته وشه منور مليان هدوء مليان تواضع مليان نعمة، فيبتدوا اللي معاه في البيت يسألوه انت النهاردة اتغيرت منظرك كده، ايه الوداعة اللي موجود عليك، انت اكيد قابلت واحد مسيحي النهاردة. مجرد رؤية واحد مسيحي عن قرب كانت كفيلة بانها تشع على الانسان الغير مسيحي وتؤثر فيه. وده الانسان اللي الروح القدس بيشتغل جواه، بيشاع على الناس وبيؤثر في الآخرين. قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. بصوا للقديس بولس لما وقف قدام فيليكس الوالي، ومجرد ما اتكلم مع فيليكس الوالي يقول ارتعد فيليكس الوالي، ارتعد، خاف،
القوة دي؟ ده بولس الرسول واقف قدامك مقيد، واقف قدامك مقيد، وانت الحر اللي واقف اللي جالس على كرسيك ترتعد من كلمات انسان مقيد. يا ترى مين فيكم الحر ومين فيكم المقيد؟ مين فيكم اللي مقيد بسلاسل ومين فيكم الحر؟ اللي قاعد على كرسي المملكة هو اللي يرتعد من المقيد بسلاسل، ولا الإنسان اللي واقف مقيد بسلاسل هو اللي يرتعد من الإنسان الحر؟ لما قبضوا على بطرس ويوحنا بعد حادثة شفاء المفلوج، وقت كده قالوا لهم اسمعوا، احنا ممكن نطلقوا بس في حالة واحدة بس، لو ما تجيبوش سيرة الناصري ده مرة تانية. فيقول ان بطرس وقف وقال لهم لا نستطيع ألا نتكلم بما رأينا وبما سمعنا. الناس كلها قاعدة بتبص عليكم يا أحبائي بتاع الكشافة، يا أخي المبارك، فبطرس يقول لهم لا نستطيع ألا نتكلم بما رأينا وبما سمعنا. الروح القدس يعطي قوة، ثم الروح القدس يرشد إلى الحق، يرشدكم إلى الحق، لأن الروح القدس روح الحق، مش اسمه روح الحق المعزي، فيدفع الإنسان إلى الحق ويرشد إلى الحق، يعطي انفتاح وحكمة وإفراز. وأيضا الروح القدس يخبركم بأمور آتية، يخبركم بأمور آتية، يعرفكم عن أمور جاية. يعني بولس اللي اختطف إلى السماء الثالثة، ويوحنا اللي يقول كنت في الروح في يوم الرب، الروح القدس كشف له عن أمور مستقبلة. والروح القدس يعلم ويذكر، موجود في الكنيسة يعمل عملين مكملين لبعض، يذكركم بكل ما قلته لكم ويعلمكم كل شيء. يذكركم بالكلام اللي قلته لكم ويعلمكم اللي ما قلته لكمش. يعني السيد المسيح مثلا في مواقف ما اتكلمش عنها، طب نعرف رأي الكنيسة ازاي؟ الروح القدس اللي أعطى للكنيسة مش بيذكرنا بس بكلام المسيح، لكن بيعلمنا. مين اللي حط أصوام الكنيسة؟ الروح القدس. مين اللي حط أعياد الكنيسة؟ الروح القدس. مين اللي حط قراءات الكنيسة؟ الروح القدس اللي أعطى. عشان كده السيد المسيح قال لهم حاجة، قال لهم بعد قليل لن ترونني. فابتدوا يحزنوا ويكتئبوا ويتضايقوا، قال لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي لأبي. قالوا له نفرح إزاي بس وإنت هتسيبنا وتمشي؟ قال لهم أرسل لكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، روح الحق، أبعت لكم معزي. أنا كنت معاكم بالجسد، قعدت 33 سنة وشهور، أبعت لكم معزي يعزيكم يشتغل معاكم، هذا يبقى معكم إلى الأبد. يبقى معنا للأبد؟ أنا قعدت معاكم متجسد 33 سنة وعدة شهور، إنما الروح القدس اللي أبعته للكنيسة هيشتغل في الكنيسة للأبد.
اشتغل في الأسرار، اشتغل في المعمودية، يديك غفران للخطايا، تجديد وحياة جديدة. يشتغل في الميرون يديك ثبات. يشتغل في سر التوبة والاعتراف يديك غفران. يشتغل في الإفخارستية يديك جسد المسيح ودمه. يشتغل في الزيجة يجمع ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. يشتغل في سر مسحة المرضى يديك شفاء نفسي وجسدي وروحي. يشتغل في الكهنوت فيدي سلطان للإنسان، ياخد الرتبة الجديدة، ياخد سلطانها. أنا هبعت لكم الروح القدس يمكث معكم إلى الأبد. يشتغل في الأسرار في الكنيسة، بس اسمعوا، أنا لما جيت متجسد شفتوني، الروح القدس مش هتشوفوه، هيشتغل في الأسرار. عشان كده اسمع أسرار. يشتغل بطريقة سرية ويديكوا نعمة غير منظورة بواسطة أب كاهن شرعي وبواسطة مادة للسر، فتاخدوا نعمة غير منظورة، يحل الروح القدس على مادة السر ويعطيكم بركتها ونعمتها. فده دور الروح القدس في الكنيسة. عشان كده بنسمي الكنيسة بتاعتنا كنيسة حية، مش ميتة، مش جامدة. هم لما يجي مثلا قضية من القضايا تطلع لي من دول، السجاير، الإدمان، الخمور، تقولي طب ما كانش فيه سجاير من 2000 سنة، الكتاب المقدس قال فيها ايه؟ هم لأن الكنيسة حية، الروح القدس اللي موجود في أبائها يعلمكم كل شيء. قدام المواقف الجديدة يقول لكم ايه الصح وايه الغلط، يذكركم باللي قلته لكم. طب والجديد يعلمه لكم. يبقى انت بقى ملكش حجة، الروح القدس موجود في الكنيسة يذكرك بالكلام اللي قلته لك وانا معاك على الارض. طب والمواقف الجديدة نعمل فيها ايه؟ الروح القدس اللي موجود في الكنيسة حي، يعمل في قلوبكم ويديكوا إرشاد ويديكوا معونة. عشان كده في أول محك بعد السيد المسيح وقيامته وصعوده للسماء، أول محك إن الرسل قعدوا يتكلموا فيما بينهم، يا ترى الإنسان اللي هيجي يأمن بالمسيح نقول له عدي الأول على اليهودية، اتهود الأول، نفذ وصايا الناموس الأول اليهودي وبعد كده تعالى اتعمد عندنا، ولا خش على طول على الإيمان؟ فقالوا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ قالوا نقعد مع بعض. فقعدوا الرسل والتلاميذ مع بعض وعملوا مجمع اسمه مجمع أورشليم، وخرجوا بالقرارات. لما خرجوا بالقرارات قالوا إيه؟ قالوا رأى الروح القدس ونحن ألا نصقل على الأتين إلى الإيمان من الأمم. رأى الروح القدس ونحن، هو الروح القدس كان قاعد معاكم في المجمع؟ كان قاعد، كان موجود في كل واحد فينا. وحلوا المشكلة اللي كانت بينهم، يا ترى لازم الواحد اللي جاي من الأمم مش يهودي يعني يعدي على الأول القوانين اليهودية والنواميس اليهودية والطقوس اليهودية وبعد كده يخش المسيحية، ولا يخش على طول على المسيحية؟ رأى الروح القدس ونحن ألا نصقل على الأتين إلى الإيمان من الأمم. وكفاية أنه يمتنعوا عما ذبح للأوثان وعن المخنوق والدم، وبعد كده يخشوا للإيمان ويتعمدوا. الروح القدس موجود في الكنيسة، وعشان كده الكنيسة حية. لما نقول إن الكنيسة حية، حية بالروح القدس. الروح القدس اللي بيشتغل في الأسرار واللي بيلهم قادتها وأبائها ومجمعها المقدس وأبنائها المباركين.
على المستوى الفردي الروح القدس يلهمك ويعلمك، وعلى المستوى العام يلهم قادة الكنيسة ويعلمهم ويذكرهم باللي قاله السيد المسيح. عشان كده الروح القدس في نقطة تانية أحب أني أقولها قبل ما أختم، هي أن الروح القدس عبارة نلاقيها في يوحنا 16، قالها السيد المسيح، قال الروح القدس يأخذ مما لي ويخبركم أو يعطيكم. يأخذ مما لي إيه ويعطينا إيه؟ اللي قام بدفع التمن بتاع الخطية المسيح، طب ويأخذ مما للمسيح ويدينا إيه؟ إيه اللي بياخده من المسيح؟ المسيح دفع تمن الخطية للعالم كله عبر كل الأزمنة، للعالم كله دم المسيح يكفي كفرته للعالم كله في كل الأزمنة. لكن مين اللي بيتمتع بيه؟ اللي يؤمن بالمسيح ويتعمد. طب في المعمودية ايه اللي بيحصل؟ الروح القدس بيحل على المية ويدي غفران. طب بيدي الغفران ده منين؟ والروح القدس اللي قام بالفداء؟ لا، اللي قام بالفداء الاب. فالروح القدس ياخد من استحقاقات دم المسيح ويدينا غفران، ياخد من استحقاقات الدم اللي دفعه المسيح على الصليب ويديك غفران في المعمودية، ويديك غفران في سر التوبة والاعتراف. دي العبارة اللي قالها السيد المسيح، أن الروح القدس يأخذ مما لي ويمنحكم غفران لخطاياكم في الأسرار المقدسة. النقطة الهامة هي النقطة الهامة هي أنا جاوبت على السؤال ده بتاع العمل العام للروح القدس والعمل الخاص. إذا كان الروح القدس بيبكت وبيرشد وبيذكر وبيعلم وبيديني قوة أن أشهد للحق ويخليني أشهد للمسيح، أما ليه أحيانا ألاقي واحد الروح شغال جواه وواحد تاني مش مدي فرصة للروح القدس يشتغل جواه؟ العيب مش في الروح القدس، الروح القدس عنده استعداد أن يشتغل مع الكل وكلنا خدناه في الميرون، لكن مين اللي مديله فرصة يشتغل ومين اللي مش مديله فرصة؟ عامل زي واحد عنده الكتاب المقدس ده، طب موجود الكتاب المقدس عنده في البيت بس ما بتقراش فيه، يبقى عندك القوة بس ركنها. وواحد تاني قاعد يقرأ في الكتاب المقدس ليل ونهار وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يبقى دي مسؤوليتك انك تشعل الروح القدس جواك، تشعل الروح القدس جواك بالممارسات الروحية، بالتناول، بالاعتراف، بالصلاة، بالصوم، بالجلسات المقدسة، بقراية الكتاب المقدس، بوقت الخلوة الجميل، بالاجتماعات الروحية والنهضات اللي زي كده. تدي فرصة للروح القدس ان يشتغل جواك وينطلق بيك ويعمل جواك. وبيقول لك لا تطفئوا الروح، وفي واحد تاني ياخد الروح القدس جواه مش مديله فرصة يشتغل. القلب مشغول والفكر مشغول والوقت مشغول، مفيش حاجة خالص. يجي الروح القدس يشتغل، يبكته، يحاول يشتغل في قلبه يلاقي القلب محتل، يحاول يشتغل في فكره يلاقي الفكر مشغول، يحاول يدعو لاجتماعات والوقت يقضيه مع الله يلاقي الوقت مشغول. لو وقت عنده يديه للممارسات الروحية
ولا فكر عنده يديه للتفكير في الله، ولا حتى على مستوى النظر، الحواس، الأذن إنها تسمع كلام ربنا وتتقدس، العين إنها تشوف، الشم. ده الكنيسة بتاعتنا كنيسة وسائل إيضاح، تخلي حواسك كلها تشتغل لما تخش الكنيسة. عينيك تبص على المذبح والأب الكاهن والشمامسة، ودنك تسمع الألحان، أنفك تشم البخور، إيديك تلمس الأيقونات والسطور، بقك يتذوق الإفخارستية ويقول الألحان. عشان كده مفيش ممارسة غير لما الشعب يشترك فيها. يبقى المسؤولية مسؤوليتي ومسؤوليتك. بندي فرصة للروح القدس إنه يشتغل، بندي فرصة للروح القدس إنه يشتعل جوانا بالممارسات الروحية، إذا أردت إن الروح القدس يعمل وينطلق جواك. اللي يغذي الروح القدس هي الممارسات الروحية. زي ما اهتمامات الجسد، الجسد محتاج تغذية، الغذاء الجسدي، الروح اللي جواك محتاجة تغذية بالممارسات الروحية، فتشتعل الروح في داخلك وتستطيع أن تلتقي مع الله حينما تشغل القلب والفكر والحواس والوقت بالممارسات الروحية. حينئذ يكون القيادة للروح وليس للجسد، فتأخذ الروح الدفة الأعلى وتقود الجسد في الالتقاء بالله في الطريق الروحي المظبوط. ربنا يدينا أن نسير في الطريق المستقيم، ونعطي فرصة لروح الله الساكن فينا أن يعمل، ويعمل بقوة، ويعمل بشدة، وينطلق بينا ويشتعل ويلهب قلوبنا بمحبة الله في داخلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد في كنيسته. بنشكر السابونة بشكل